صباح الخير على كل الناس اللي بتتابعنا داخل وخارج امتداد الوطن الغالي. كل التحايا الطيبة لكم، صباح جديد سعيد بإذن الله تعالى على متابعي الأثير المميز وحي 90 والمشاهدين شاشة قناة النيل الأزرق، وأيضا متابعين البث المباشر عبر صفحة قناة النيل الأزرق في فيسبوك. تحياتي ومحبتي للتيم عمل يوم الأحد، أهلا وسهلا بكم.
الروح ينزل رزاز عند علي انت الفرح ده يفك بيه.